السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي ألاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع فيديو مشتريات أو الفيديو الشهري بتاع مشتريات الشهر من فتح الله العجمي ستار. عشان الناس اللي بتسأل، أنا دايما بقول في أول الفيديو إن المشتريات بتاعتي دايما أو معظم الوقت بتكون من فرع العجمي ستار اللي في البوابة 8 في العجمي. يلا بينا نبدأ الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. أول حاجة أنا اشتريتها النهاردة هي رز المطبخ. طبعا الرز ده بشتري معاكم كتير جدا، هو وبجيب الخمسة كيلو، بيكون اوفر من ان انا اجيب كيلو بكيلو لوحده. ده سعره 62 جنيه وعليه خصم ب45، سعره حلو قوي، يعني الخصم تقريبا 17 جنيه. جبنة بريزيدون اللي هي الجبنة المطبوخة، الجبنة دي طعمها حلو جدا جدا، طبعا اكيد كلكم عارفينها. في منها كمان الكوبايات الصغيرة والوسط، دي الحجم 900 جرام اللي هي قرب الكيلو يعني، وكان برضو عليها خصم، سعرها الاصلي 109 جنيه وبعد الخصم عاملة 75. صلصة هارفست طبعا بجيبها معاكم برضو كتير ب7 جنيه ونص، لكن عليها خصم ب7 جنيه، جبت منها 2. البيكنج باودر ده انا اول مرة استخدمه، اسمه بيرز داف. بصوا انا اول مرة هستخدمه وسعره كان عامل 30 جنيه، بالنسبة لوزنه كويس ان هو 450 جرام، فلو حد جربه وطلع كويس يا ريت تقولولي عليه. هو يعني معلب كده وبتاخدي منه بالمعلقة بالوزن اللي انت عايزاه. الخميرة دي برضو بستخدمها كتير، انجل، دي 100 جرام وصناعة مصري، حلوة قوي، نفسها نفس جودة التركي اللي بتكون اسعارها اعلى شوية، بس بصراحة هي حلوة قوي. واكتر مكان بحفظ فيه الخميرة الجافة او الفريش كمان الفريزر. جبت كمان الاناناسية الحلوة دي، هي الاناناسة الفريش اللي هي الثمرة نفسها من قسم الخضار والفاكهة اللي بيكون في فتح الله. انا ما كنتش عارفه انقيها ازاي، وقلت للراجل المسؤول عن القسم، بصراحه مش بعرف اختار كويسه ولا لا، قال لي بصي لازم تكون اي ورقه فيها سواء اللي على الثمره نفسها او اللي طالعه منها تكون دبلانه، ما تلاقيهاش لسه مزهزها كده بحيث انها تحسيها ما استويتش، وفي نفس الوقت هتلقوا الشجره اللي طالعه منها اللي هو الزرع ده بدل ما هو اخضر بتلاقوه بدا يصفر زي ما انتم شايفين، ولو شديتيها زي ما انا شديتها كده هتلاقيها طلعت معاكي بسهوله، مش قاسيه، ما تاخدش منك مجهود كبير. فهي كده ان شاء الله باذن الله مستويه من جوه، سعرها كان عامل 25 جنيه بدل 59 جنيه، فهي مستويه وعلى الاكل على طول. اللي جبته كمان بعديها زيت كريستال، طبعا بجيبه معاكم على طول، بس انا جبت العبوه الاصغر من اللي انا بجيبها دايما، دي 2 لتر الا ربع وعامله 34 جنيه، وطبعا هو زيت دوار الشمس بجيبه دايما. انا ما جبتش اللي هو ال 2 لتر وربع عشان عندي منه لسه، فقلت اجيب اللي يكفيني الشهر ده باذن الله. بالنسبه للبن المراعي طبعا موجود معانا كل شهر، الاربعه دول ب 59 جنيه، يعني تقريبا الواحدة ب15. بيبسي طبعا يعني مش محتاجة اقول لكم ان هو ب12 جنيه ونص هناك، اي نوع الاتنين لتر ونص. لبن ميرو اللي هو كامل الدسم، لبن بودرة من الالبان الحلوة قوي طبعا، هو ونيدو، وكمان كنت بجيب معاكم روز جاردن، كلهم حلوين قوي. انا بحطه كاضافة مع المشروبات، مش هو الاساس عندي لبن البودرة. سعره 28 وعليه خصم خدته ب25. نسكويك طبعا برضو ما بتخلاش مشترياتنا من نسكويك، في حاجات ثابتة كده. ده الباكت الصغير برضو لان انا عندي كمية من الشهر اللي فات، الباكتة دي 154 جرام، سعره 14 جنيه، انا برضو عندي كمية فكملت عليها مش اكتر. طبعا قهوة ابو عوف من الحاجات اللي ما شاء الله حلوة جدا، دي تاني مرة اجيبها وعجبتني قوي قوي. انا جبت الوسط السادة وسعرها 28 بدل 32. نيجي بقى للاجبان، انا جبت اول حاجه البسطرمه، البسطرمه كيلو منها ب 125، يعني الربع في حدود 30 حاجه و30 جنيه. البسطرمه حلوه في فتح الله، بس انا اللي بيضايقني فيها التقطيعه، التقطيعه بتاعتها هي اللي بتكون تخينه شويه عن السوبر ماركت اللي بره اللي هو اي سوبر ماركت عادي. فهي الكميه دي جايباها ب 38 جنيه 75. جبت طبق كده او ربع كيلو من الجبنه التركي او الرومي المبشور، بنفس سعر التركي القديم، هي مش مبشورة، هي هتلاقوها القطع اللي هي بتكون من التقطيع بتاع البلوكات الكبيرة. اللانشون حلواني انا جبت ربع كيلو زي كل شهر، ولما بيخلص مش بجدده تاني، هو سعره عامل 96 جنيه بس عليه خصم، يعني الربع ب 25 انا اخدته ب 21 جنيه.
المهم انا بعد ما اشتريت وخلصت مشترياتي كلها وانا طالعه قابلت المندوبه بتاعت حلواني بتقولي لو اخدتي ربع كيلو لانشون مش عارفه تاخدي هديه ايه، ولو اخدتي نص كيلو. المهم انا قلت لها انا فعلا خدت ربع كيلو لانشون. قالتي طب عدي بقى بعد ما تطلعي بالريسيت بتاعك على في كده سيكشن والناس واقفه معاهم حاجه حلواني، بتديهم الريسيت هيشوفوا المكتوب عليه وهتكسبي هديه بعد ما تخربشي الكوبون. وفعلا ده حصل، وانا خارجه اديتهم الريسيت بتاعي وشافت فعلا حلواني لانشون ومش عارفه ايه وكده، وادتني كوبون اختار منه وهي خربشته. المهم انا كسبت ازازه الميه الحلوه دي. انا مش عارفه هي كويسه ولا لا، بس يعني اوكي قلت لها تمام، ومكتوب عليها رقم 5، مش عارفه بصراحه هي كويسه ولا لا، ومكتوب عليها حلواني طبعا. بس وهي كان في كذا اختيار، بس انتي وحظك بقى. فهي دعايه كويسه بتعملها الشركات، لكن ده ما يمنعش ان انا برده مش بايد شراء اللانشون. هوريكم كمان الورقه اللي هي دي تاني اللي بيبقى فيها العرض بتاع الحاجات اللي تكسبيها، برضو يبقى عندكم فكره. اهو لانشون حلواني لو اشتريتي ربع هتكسبي اربع حاجه من الاربعه دول اللي هما فوق خالص. ده انا بقى كسبت الازازه تمام، ولو اشتريتي نص كيلو هتكسبي حاجه من الاربعه دول. هما تقريبا عندهم الازازه وعندهم الكوبايات اللي في النص التاني ده وخلاص، هما دول الحاجتين اللي موجودين تقريبا يعني، عشان برضو ما فتيش، بس هما دول اللي انا شفتهم. جبت كمان جبنه ريكفورد من الجبن اللي انا بحبها جدا، ومش بجيبها على طول بس يعني كل فتره. الكيلو منها عامل 155 جنيه. المهم ان التمن ده عليه خصم واخدته ب 14 جنيه. جبنه المشي دي انا قلت لها هاتي لي بلوكه، معرفش هي حطيت لي واحده صغيره قوي، اكتشفتها بعد ما مشيت اخدتها منها وما بصيتش فيها، لقيتها صغيره قوي. الكيلو منها ب 38 جنيه، والحبه دول ب 7 جنيه. في كمان البهارات دي بتاعه كنور وبتاعه ماجي. الخلطه بتاعه الفيجيتار دي بجنيه وشويه يعني مش غاليه، بجنيه 75. والسماق ده من باب الشام عامل 8 جنيه ونص. وخلطه ماجي بتاعه الشيش طاووق عامله 5 جنيه وربع من ماجي، برضو خلطه بهارات ما فيهاش اي مرقه اللي احنا ما بنحبهاش دي. وفي كمان خلطه الشاورما برضو من ماجي ب 5 جنيه وربع. يعني انا اول مره استخدمهم، بس استخدمت حاجات تانية منها بتاعه الكفته وبتاعه الحاتي وكده، طعمهم حلو قوي. دول الخلطات بتاعه البهارات اللي انا جبتها النهارده. جبت كمان شيبسي، هو شيبسي ده ما عجبنيش خالص بصراحه، اسمه بيرفيتو، هم 3 ب 10، بس هو ما عجبنيش خالص بصراحه، يعني ممكن يعجب حد تاني مش عارف. هما الثلاثه دول جبتهم بأطعمه مختلفه، تحسوا فيهم طعم الزيت واضح كده او القلي. جبت جبنه تركي، الجبنه التركي سعرها 85 جنيه. عايزه اقول لكم الجبنه التركي احنا هنا بنقول عليها جبنه تركي في اسكندريه، مش نسبه لتركيا ابدا. يعني الناس اللي بتسالني ليه بتقولي تركي، هي مش تركي نسبه لتركيا، هي اسمها كده عندنا في اسكندريه بنقول عليها تركي مش رومي. الزبده دي نيوزيلندي، السعر بتاعها 99 جنيه. جبت تقريبا نص كيلو فيما يعادل يعني النص كيلو، وبيبقى موجوده بالوزن برضو اللي انت عايزاه، او بلوكه كبيره بتديها للبقال في قسم البقاله وهو يقطع لك الوزن اللي انت عايزاه. برضو الجبنه الموتزاريلا جبتها ملكي، الباكت ده تقريبا 200 جرام عامل 12 جنيه او 11 جنيه وشويه، مش غالي بس هي حلوه. انا بجيب المتقسمه دي احسن من الكيلو، لان الكيلو بتغلبني على ما اقطع منها الكميه اللي انا عايزاها. جبت كمان العدس بجبه، ده الكيلو منه ب 14 جنيه، فانا جايبه الكميه دي تقريبا ب 11، يعني كيلو الا حاجه بسيطه. وجبت كمان مخلل التحرير اللي دايما بيبقى معايا في المشتريات لو انا مش عامله مخلل في البيت، فلو مش عامله بشتري، واغلب الوقت بشتري طبعا عشان ايه اكون صريحه اكتر معاكم. الليمون عامل 5 جنيه وربع، والبصل كمان 5 جنيه وربع، لكن المشكل بيبقى عامل 3 جنيه 75، وبيبقى فيه زيتون وخيار القشة، هو كتير يعني. جبت كمان مانجا من قسم الفواكه والخضار، المانجا هناك لقيتها حلوة، في منها الطري وفي منها الناشف، هي مانجا زبدية، الكيلو منها ب13 جنيه، هي تقريبا نفس الأسعار بره في السوق يمكن ب12 جنيه ونص. أنا اخترت 4 وبالوزن كده يعني بالعدد قصدي، وبعد كده بوزنهم لقيتهم 2 كيلو تقريبا يعني، وهم سعرهم 13 جنيه قلت لكم سعر الكيلو، فانا اخترت 4 يعني ايه اللي هو القوام بتاعهم مش ناشف ومش طري عشان تطلع كويسه يعني، ده سعرها اللي هو 13 جنيه. بالنسبه للدقيق معظم الوقت بجيب معاكم الرياده، ده سعره عامل 6 جنيه 75، انا جبت منه 2 بس، التاني دلوقتي وانا بطلعه لقيت الكيس مقطوع من تحت وعمال ينزل، فسبته في الكيس ووريتكم ده، وروعه ب 5 جنيه 75. الاتنين حلوين جدا على فكره، واستخدامات متعدده، حتى في الكيك بستخدمه.
يعني جودته مش قليله ولا حاجه، ما شاء الله الاتنين كويسين قوي. جبت كمان الكسكسي، انا قررت تاني لان بصوا احنا لما خلص احنا احتسنا حبيناه جدا جدا. الكسكسي ده جاف يعني مش الطري اللي فيه رطوبه، نسبه رطوبه بتاعنا المصري اللي على الاستخدام على طول، لا ده جاف محتاج لسه تسويه، وانا عملت فيديو عنه على القناه تسويه حلو وحادق. هو المنشا بتاعه تونس، هما ما شاء الله دول المغرب والمغرب العربي مشهورين جدا بالكسكسي، تحيه ليهم طبعا. فانا بصراحه حبيناه جدا جدا في البيت، فجبته الباكت ده ب27 جنيه، هو حجم كيلو. جبت شعريه، انا ما جبتش مكرونات خالص، انا في الشهر اللي فات يمكن جبت كيسين ثلاثه بس لان كان عندي، وبعد ما اشتريت جات لي كميه تانية كبيره ممكن يعني تكفيني الشهر الجاي كمان، فانا ما جبتش مكرونه خالص الشهر ده. وجبت الشعريه بس لان هي بتنقصني من حوا ب4 جنيه وربع. وجبت كمان قمر الدين، الولاد كانوا معايا النهارده وطبعا بيحبوا جدا، بيحبوا ياكلوه كده، فانا جبت دراهم ده ب34 جنيه. ما كانش فيه انواع كتير، انا بحب دايما اجيب الاحلام، فما كانش فيه غير ده ونوعين تانيين بس، فانا قلت يمكن دراهم ده بسمع عنه برضو ان هو كويس. وجبت كمان الفانيليا، الفانيليا دي ب4 جنيه 75، فانيليا سايلة موجودة في قسم العطارة كده، بتاخدي منها ازازتين تلاتة زي ما انت عايزة، وفي منها البودرة. وجبت الشوكليت شيبس اللي هي الابيض متعبية كده في يعني في علب زي ما انتوا شايفين، الكمية دي ب5 جنيه ونص تقريبا، حلوة جدا يعني تنفع في اي حاجة. انا بحب اوي الشوكليت شيبس، وهي برا غالية يعني كيلو هنا 47، عند العطار ب80. جبت كمان شوكولاتة روز جاردن، او اللي هي كريمة الشوكولاتة بطعم البندق اللي هي بديل النوتيلا، يعني هي دي اللي انا بستخدمها عشان تبقوا عارفين يعني اي وصفة هقول لكم فيها نوتيلا او بديل النوتيلا هتكون دي، او سما كريمة، الاتنين من شركة واحدة وصناعتهم حلوة قوي، الاتنين طعمهم واحد كمان، ونفس العبوة اللي هي كيلو عاملة 48، لكن سما كريمة عاملة 42. جبت ملح كوكس، الملح ده ب5 جنيه ونص بس، حلو جدا ده 700 جرام، وبيقعد معايا ما شاء الله شهر. بس ساعات بجيب معاه كيسين الملح اللي هو الواحد بجنيه ده لغسيل الطيور والاسماك والحاجات دي. جبت كمان خل هاينز، خل هاينز ده كيلو او اللتر يعني عامل 9 جنيه ونص. بسكوت نواعم بقى اللي اتربينا عليه جبته تاني، انا جبته تقريبا مش الشهر اللي فات اللي قبليه، وناس كتير افتكرته يعني على حس الفيديو كده، فقلت اجربه تاني لان الولاد برضو كانوا معايا، فلما شافوه افتكروه قالوا لي احنا عايزينه، فجبت لهم منه عشان بس برضو اللي ما يعرفوش او اللي ما شافش الفيديو بتاع المشتريات اللي قلت لكم عليه ده. هو الباكت كبير فيه ست بواكي من جوه، وكل باكو فيه 8 قطع من البسكوت. اللي انا طلعته ده بتاع مسدس الشمع، عارفين الشمع ده، هما تقريبا قافلين الكيس العلبه بمسدس شمع فواقع فيها بواقي كده من الشمع نفسه. الفل باكت الكبير اللي هي العبوه الكرتون دي فيها 6 بواكي، وكل باكو فيه 8 بسكوتات او 8 قطع او زي ما انتوا شايفين كده. سعر العبوه دي كلها 10 جنيه، وطبعا سعر حلو جدا بالنسبه لطعم البسكوت ونعومته مش قادره اوصفها لكم يعني. جبت كمان ريتش بيك اللي هو التوست، بس التوست ده بدقيق اسمر وكمان فيه حبوب، يعني يعني مخبوز بالحبوب مش ساده بدقيق الابيض وساده، لا ده سعره 21 جنيه. هو طبعا سعره اعلى شويه من التوست العادي الساده، بس يعني انا اول مره اجربه فبامل ان هو يكون يعني صحي اكتر. ده بيكون رغيف كامل مخبوز لوحده، كل رغيف لوحده، وبيقطعوه ويعبوه في باكت اللي انتوا شايفينه ده. جبت كمان من ريتش بيك العيش الفينو، او اللي هو البيتي بان صغير قوي ده، عارفينه الولاد برضو هما اللي شبطوا فيه. بصراحة انا ما بحبش اجيب العيش الفينو المخبوز جاهز ده، وده كان سعره 10 جنيه، وفي 6 ارغفة من الصغيرين اللي انتوا شايفينهم او 8 مش عارف بصراحة. وجبت كمان رينجا، الرنجة دي لوكس زي ما هم كاتبين يعني عليها، مبطرخة البطروخ الناشف، وسعرها عامل 34 جنيه، انا قلت لها وزينيلي 2، فهم طلعوا ب20 جنيه، يعني اقل تقريبا من الكيلو بحاجة بسيطة، او يمكن اعلى من النص كيلو بحاجة. وجبت كمان الدبابيس الفراخ، الدبابيس عاملة 34 جنيه، برضو قلت لها عايزة نص، فهي الدبابيس كانت عندهم كبيرة جدا قبل كده، ما كنتش بجيبها ابدا من فتح الله، كنت بجيبها من كوكي المغلفة لان بتبقى الدبابيس صغيرة، لقيت عندهم الصغيرة فجبت بقى.
وجبت كمان اللي هو الاوراق المخليه خالص، مش بتاعه الحمام الكذاب، لا الاوراق المخليه خالص بتاعه الشيش طاووق، برضو سعرها كان عامل 50 جنيه، وجبت نص او اعلى من النص شويه ب 30 تقريبا. قسم الطيور هناك انا بحبه قوي، بيبقى فيه حاجات كده اسعارها جميله. جبت بقى كمان فرشه الاسنان، دي كنت جايبه لابني قبل كده في فيديو من المشتريات زيها ب 18 جنيه ومعاها عربيه، وما كانش فيها للبنات خالص، خلصت. فانا لما روحت لقيت ليها للبنات، وبنتي طبعا شبطت فيها وجبتها معاها عروسه صغيره كده. انا جبتها لهم عشان يعني يتشجعوا على غسيل الاسنان، لان احنا يعني كان عندنا مشوار مع دكاتره الاسنان الفتره اللي فاتت للناس اللي هي مش متابعين. سعرها عامل 18 جنيه، في منها للصبيان بالعربيه وفي بتاعه البنات معاها العروسه دي. بص بقى، انا كنت عايزه مناديل مطبخ، كنت محتاجاها، فدورت في اماكن كتير، في ماركات كتير زي فاين زي زينه، لان بجيب منهم دايما. المهم انا لقيت وايت، ده عامل عرض حلو قوي، الباكت الكبير اللي انا بجيبه بس من وايت، ومحطوط كمان في علبه معدن زي اللي انتوا شايفينها دي، سهله الاستخدام. يعني لو ما عندكيش الحامل بتاع المناديل دي هتوفر عليكي، وسعرها كان عامل 45 جنيه تقريبا. حجمها دي نص كيلو، هي حجمها كبير وما شاء الله بتقعد معايا كتير جدا، يعني قبل كده جبتها وقعدت معايا 3 شهور وكانت تحفه. انا بس بنتي هنا طلبت الفرشه بتاعتها، لان هي سايباني اصورها بالعافيه، اديتها لها وبنكمل اهو. المهم ان العلبه طلعت عمليه قوي قوي قوي، عايز اقول لكم جميله جدا، وخامتها حلوه قوي، هي معدن صفيح يعني زي العلب الصفيح كده، وشكلها كمان يعني ايه لذيذ. سعرها 45 جنيه زي ما قلت لكم، هي بقيه الماركات تقريبا سعرها 30 او 35، فحسيت ان الفرق مش كبير ان انا اجيبها دي وبالعلبه بتاعتها. رومانس من المناديل اللي لقيتها عليها عرض، 3 باكيتات، الباكت فيه 500 منديل وكان عامل 25 جنيه تقريبا، ده كان اقل سعر في المناديل. انا ما بيفرقش معايا قوي ماركه المناديل ايه، زينه فاين ايا كان، كلهم بالنسبه لي واحد يعني، مش حاجه فظيعه، والمهم بشتري اللي سعرها مناسب. جبت كمان اكياس القمامه دي من سيلا، الرول ده فيه 25 كيس، لا سوري 35، نص كيلو هو، ومقاسه 70 في 90، فهو ما شاء الله مقاسه كبير قوي، وخامته كويسه، لان انا جبت قبل كده خامات ما طلعتش كويسه، فالخامه دي حلوه قوي وانا جبتها. ده سعرها تقريبا كان عامل 19 جنيه، وفي منها الكيلو كمان، بس انا يعني بجيب برضو زي ما قلت لكم اللي يناسبني واللي يقضيني شهر، يعني مش اكتر من كده. جبت كمان من سيلا نفس الماركه بتاعت اكياس القمامه مفرش الترابيزات او مفرش السفره، فيه 35 مفرش، واول مره استخدمه بصراحه، هو سعره عامل 18 جنيه، يعني بتمنى يطلع كويس، لان ما شاء الله شفت ناس كتير جدا على اليوتيوب بيستخدموه، وحسيت ان هو عملي جدا، يعني اللي هو تحطيه على الترابيزه تخلصي اكلك مثلا، لو اكلت سمك اي حاجه تلميه وترميه، فالفكره عجبتني. جبت كمان ورق الزبده ده من لوتس بلاست، ده تقريبا كان 10 متر والعرض بتاعه 40 سنتي، سعره 11 جنيه وربع، هو حلو قوي في المخبوزات، لان انا كان عندي عجز الفتره اللي فاتت في ورق الزبده، لما خلص مني احتست جدا. جبت كمان ديميتا اللي هو كلينج فيلم، العرض ده انا ما بحبش العرض الصغير، بحب اجيب الكبير دايما، بس لقيت ده المتاح ولقيته ب 12 جنيه. وجبت معجون الاسنان كلوز اب ب 9 جنيه 75، يعني اكيد غني عن التعريف. وجبت كمان اكياس التلاجة اللي هي من كوين، بتاعة الحجم الكبير شوية اللي هي بتاعة اللحوم والفراخ، بستخدمها اكتر في الحاجات دي، لكن لتخزين الخضار والفاكهة بستخدم الاكياس الصغيرة على قد الطبخة، ودي كان سعرها 9 جنيه ونص. بص بقى، اخر حاجة دايما بختم بيها حاجة الاطفال، جبت لاولادي كمان الكروت دي، تعليمية اكتر، هي يعني بتعلمي الولاد، في منها للحروف للارقام سواء عربي انجليش زي ما انت عايزة، دي حيوانات، حيوانات الغابة وحيوانات المزرعة زي ما انتوا شايفين، وكل كارت مكتوب عليه اسم حيوان وفي ظهره مكتوب الصفات بتاعة الحيوان، بيعيش فين بياكل فين، فهي حاجات تعليمية. فانتي لو طفلك صغير يعني سنه صغير اللي هو سن الحضانه والحاجات السن اللي بيتعرف على العالم اللي حواليه، يعني جيبيها له، عرفي الحيوانات، اقريها له انتي. لو طفلك كبير شويه بيبدا يتعلم القراءه، يعني ادي له الكارت كده وحاولي تساعديه في قرايه كلمه كلمتين، فانا شايفاها حلوه ومفيده، فيها معلومات يعني انا نفسي ما اعرفهاش، فهي كويسه يعني، حسيتها مسليه اكتر. كل مره بجيب لهم قصه لعبه، ولازم اعدي على قسم الكتب ده بيبقى حلو قوي، في كتب تلوين كمان، بس انا بطلت اجيبها لان انا بطبع لهم الورق من عندي وهم بيلونوه، فالفكره دي عجبتني. الباكت ده
ب7 جنيه، فهو سعره حلو قوي وفي كمية كروت جميلة، يعني في كذا حيوان من في الكروت دي كتير جدا، فمكتوب عليها مثلا اسم الحيوان بالعربي وبالانجليش وبالفرنساوي كمان، ومن ظهرها مكتوب صفات الحيوان وبيعيش فين وبياكل ايه، اهم الصفات او المميزات اللي فيه، عنده يعني حاسة شم قوية، حاسة بصر كده، يعني حاجات بسيطة قوي بس مفيدة والاطفال بتحبها. اخر حاجة معايا هو الكلوروكس الابيض ده 1200 ملي، وسعره عامل 11 جنيه ونص او 10 جنيه ونص سوري. وكمان جبت بريل بتاع المواعين، انا رجعت له تاني بصراحة، فيري ما عجبنيش خالص، اللي هو الجديد القديم كان كويس. ده اللتر عامل 22 جنيه. بس هي دي مشترياتي النهاردة، يعني يا رب اكون افدتكم باي معلومة سواء في الاسعار او في استخدامات او ايا كان. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني.